كيفما شفتوا معنا الإخوان الدرك الملكي يحاربون بأشد حراب تجار المخدرات، أي الإخوان بالمحمدية تجار المخدرات يستعملوا مخدرات في الجبال الغابات مناطق المحمدية. التجار المخدرات الإخوان كتوقع منهم أي حاجة، أي حاجة كتوقع من تجار المخدرات راه ممكن يتسبوا في جرائم قتل أبار هادشي ديال التجارة في المخدرات. والدرك الملكي الإخوان تحاولوا يديروا طرقان من يدوزوا لهاد التجارة ديال المخدرات لمحاربة هاد المخدرات. في بعض الأحيان كيتحولوا إلى مجرمين حقيقة، كاع اللي كيستعمل المخدرات في هذه الغابات فقد توقع منهم كل شيء. وهنا كنشوفوا الدرك الملكي تحياتي لمناد المنبر تقوموا بعمل شاق لإيجاد فك هذه الشبكة ديال تجارة المخدرات. تجارة ديال المخدرات الإخوان سنويا كتؤدي إلى مجموعة من الوفيات ديال الأشخاص عبر تجارة المخدرات، خصوصا في هذه الغابات بالمحمدية وفي المغرب بصفة عامة. إذن محاربة ديالهم بأشد حراب من الدرك الملكي. اليوم كنشوفوا بأن تدخلات وهنا أماكن يشتغلون فيها جبال وهضاب، وهنا تدخل ديال الدرك الملكي كيقوم بالتشتت وكيقوم بمسالك طرق خاصة من أجل باش يشدوا هاد الأشخاص اللي كيقوموا بالتجارة ديال المخدرات. وهنا دليل على أنه تبينوا كيسدوا على الدرك الملكي باش ما يحاولوش يشدوهم، ولكن إن شاء الله غادي يوصلوا لأي طرق عبر المروحيات وعديد من الطرق باش يشدوا هادو. كنتمنى الإخوان تعجبكم هذه الحلقة، ما تنساوش ديرنا اشتراك في هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.